هسه كان العدد تقريبا، يعني اذا تقوم تسجلون فيها الحين انت تعملوا ريز هاند. بس الطلاب تبلغوا انه هسه عندهم كيمياء، خاف يجون نصهم ما موجود. دكتورة، الخلل مو بالطلاب، الخلل بالانترنت، ولذلك دكتورة بسمة لغت المحاضرة تصوره. اوكي، هسه احنا محاضرة الكيمياء 10:30، فاكيد الطلاب راح يدخلون 10:30، بس تمام. نزل اعلان انه الان راح يتم اعطاء محاضرة الكيمياء. تمام تمام هسه تبي انشر على الرسم. جروب المرحلة. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اليوم بخير وسلامة راح نبدي موضوع الكيميكال سيفيتي. ليش الكيميكال سيفيتي؟ لازم الكيميكال سيفيتي يتزامن مع العملي. أنتوا إن شاء الله من الأسبوع الجاي راح تبدون تأخذون المحاضرات، فأكيد أنتوا لازم تكونون على دراية كاملة بالطريقة الصحيحة للتعامل مع المواد الكيميائية بما يحفظ سلامتكم وسلامة الجميع. فلذلك المواضيع الكيميكال سيفيتي يجب أن تكون من البداية حتى أنت تعرف شلون تتعامل مع المواد الكيميائية حرصا على سلامتك وسلامة البقية. الكيميكال سيفيتي هي السلامة الكيميائية. السلامة الكيميائية، أعرف السلامة الكيميائية عن طريق التعامل الصحيح مع المواد الكيميائية، من ناحية الخزن، من ناحية التعامل، من ناحية التخلص من المواد الكيميائية، أيضا من ناحية النقل. اوكي، اللي راح يهمنا احنا اللي راح يهمه او في الصفحه الثانيه واللي كتر ركزوا وياي، انا اعرف شنطيكم زين. اللي يهمنا بالموضوع انه شلون الجانب النظري للكيميكال العملي، سوري الكيميكال سيفيتي راح تاخذوه ان شاء الله بالمختبر، اما الجانب النظري اليوم راح نعطيكم اياه. واضح؟ نعم. Introduction. المقدمة. Wide range of chemicals is used in research laboratories of an institute, each of with its own inherent hazard. Okay. An understanding of operational hazards are a precaution required in handling of chemicals is of utmost importance in preventing exposure to chemicals and mishaps. عندي احنا في المؤسسات التعليمية عادة نستخدم المواد الكيميائية. في بعض الأحيان فالفهم الصحيح لمخاطر المواد الكيميائية راح يكون باعتبار حماية بالنسبة لك من التعرض للمواد الكيميائية والتعرض للحوادث. فأنت من البداية لازم تعرف طبيعة هاي المواد اللي أنت تشتغل عليهم حتى تكون بالسيف سايت. لازم نأخذ مصطلحين أساسيين اللي هي الهازارد والريسك. الهازارد معناتها potential to cause harm. Potential to cause harm اللي هو potential to cause للأذى، تعرض للأذى. أما الريسك أو الخطر، يعني أكو فرق بين كلمة الهازارد والريسك، هو likelihood، احتمالية that harm will arise، يعني احتمالية أن تكون تعرض للخطر. زين. Perception of risk is critical، بينما الريسك depends on exposure. الريسك الخطر يعني سوف يعتمد على التعرض للمواد الكيميائية. المينيمايز تقليل اكسبوجر، دائما تقليل التعرض للمواد الكيميائيه اند ريديوس ذا ريسك، راح يقلل من الخطر. زين. السؤال يطرح على نفسنا هاو دو توكسيك ماتيريالز انتر ذا بودي. زين، انت تقول لنفسك زين المواد الكيميائيه لا، هاي تعتبر نظري. دي يطلع الصوت دكتوره، دي قطع. اكتبوا باللغة العربية الفصحى. أوكي، نعم. How do you enter the body؟ كيف تدخل المواد الكيميائية في داخل؟ صوتي قطع، لا نسمع شيئا. موجود، إذا الموجود جيد معناته الخلل من عندكم طلاب، الخلل من عندكم. اوكي، اذا السؤال يطرح نفسه هاو ذا توكسيك ماتيريالز انتر ذا بودي،
كيف تدخل هاي المواد الكيميائية؟ أولاً عن طريق طبعاً هاي من الشغلات المهمة والأسئلة المهمة اللي أنا دائماً أجيبها by mouth اللي هي أكيد عن طريق الفم. contaminating fingers يعني شون by mouth أكيد الأيادي الملوثة أنت من تمسك مادة كيميائية بإيدك بعدين ترجع تمسك الأكل أو هذا هو يكون by mouth لأن تبتلع المادة يعني مو حلقك هو اللي يتأثر بالمواد الكيميائية وإنما أنت من إذا مسكت مادة كيميائية وأكيد إذا كنت غير ملتزم بتعليمات السلامة مثلاً أكلت شيء ما تفاح أو كذا أو اكسترا فراح تدخل في داخل الجسم عن طريق الأكل by breathing in gases أيضاً عن طريق التنفس سواء كانت بالغازات أو من الغبار الجوي أو عن طريق الباودر أيضاً ممكن أن تدخل المواد الكيميائية enter the deep by skin contact damaged يعني عن طريق تعرض الجلد للأذى يعني جرح يقول لك damage يعني جرح by absorption through intact skin أيضا بواسطة الامتزاز اللي عند التعرض intact للجلد اوكي الصوت جيد جدا ممتاز التعرض الى يعني التناثر الى العيون يعني هسه قلنا how to toxic material enter the body by mouth by breathing by skin by absorption by splashing into the eyes اوكي لاحظ هذا الشخص خطيه لاحظ شلون تأثير المواد الكيميائية عن لأنه ما اتبع خط ما اتبع إجراءات السلامة لذلك نشوف تأذى فإحنا لازم من بداية قبل ما ندخل طلابنا أي مختبر لازم نعطيهم تعليمات السلامة حتى يتعاملون مع المواد الكيميائية بطريقة صحيحة نعم What are the additional hazards from chemicals materials? اللي راح ناخذها بالتفصيل بس مجرد احنا بدنا نعرضها السولفنتس الكروسيف الفليمبل الريتنس الكارسول كلها هاي اسماء مواد كيميائيه اسماء مواد كيميائيه حقيقه احنا عاده كليه طب نينوى انتوا اول ما تطبون راح تشوفون هواي شغلات خاصه بالسلامه الكيميائيه والمواد الكيميائيه لكن احنا البوسترات حقيقه شلناها لان كنا موعدين بزياره رفيعه المستوى فشلنا لوحات لموقع الجوسق اللي حتى نسوي معرض والزياره حقيقه تاخرت فنحاول اما نجيب اللوحات حتى تشوفوها حتى تشوفون نتاجات الطلبه اللي سبقتكم فان شاء الله انتم هماتين اريد من عندكم هاي السنه ايضا تهتمون بهذا الموضوع وتسوون بوسترات خاصه بموضوع الكيميكال سيفيتي او ما يتعلق بالمواد الكيميائيه ايضا طبعا هذا كلها عليها درجات المعدل اوكي فعندي هذا نشوف هذه الانواع ايضا راح ناخذها كلها بالتفصيل اكسبوجر راديشن اند ماني ماني مور كل ماده كيميائيه اكيد لها راح تصنفها تصنيف معين اوكي سوري المواد الكيميائيه راح تقسم هذه ما ادري شلون اتخلص من عندها هاي الفوق اوكي المواد الكيميائية الهازارد المواد الكيميائية يمكن أقسمها إلى عدة من الأقسام physical chemical hazards و include flammable و explosive and oxidizing و toxicological hazard يعني الأنواع المخاطر اللي أنا أتعرض لها إما فيزيائية كيميائية أي ممكن أن أتعرض إلى المواد القابلة للاشتعال وكذلك المواد المؤكسدة كلها أيضا راح نأخذها بالتفصيل يمكن هو شوي الموضوع جديد على كيفش دكتورة المادة هواي لازم أسرع شوية صحصح وياي أوكي زين زين الهازارد المواد الكيميائية خلي نقول المواد الكيميائية الخطرة عندنا physical chemical hazard include flammable و explosive include toxic و carcinogenic ايضا عندي هناك بعض المواد اللي تكون سامه و
والمواد التي تؤثر إلى الكانسر والمواد الكيميائية النيوتوجينيك اللي تحصل طفرات والمؤذية والمخدشات إكسترا. أوكي، وأيضا عندي تأثيرات البيئة. المواد الكيميائية طبعا مو بس تأثر على الإنسان وإنما لها تأثيرات البيئة. لاحظ إحنا دائما المواد الكيميائية أو مخلفات المعامل نشوف دائما أنصار البيئة والمحافظين عن البيئة يدعون إلى عدم رمي مخلفات المعامل في الأنهار أو في البيئة، لأن مو بس الإنسان اللي انضر، الإنسان وإنما الحيوان والنبات، صح لو لا؟ زين، سؤالي على السريع، شلون زين وكل هذه تأثر على الإنسان، شلون راح تأثر على الإنسان؟ خلت تتأثر البيئة، زين البيئة خلت تتأثر وانش علي البيئة، المهم أنا عايش، ليش أحافظ على البيئة؟ أريد إجابات طلاب. أقرأ احتباس حراري، لا زين أجل البيئة، يعني أريد تفصيل شوية أكثر. الإنسان يا أي صحيح وراثة مواد، زين أوكي احنا نستخدم موارد من البيئة اللي صحيح طبعا. اذا انت 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 عايش على البيئة، بمعنى شنو عايش على البيئة؟ انت تتنفس، الانسان يحتاج الى هواء نظيف والى طعام. اوكي، الانسان يكون ياكل اللحم يعني اللي هو الحيوانات والنبات، فانا اذا اثر على البيئه معناته لا اكو محاصيل زراعيه ولا اكو ثروه حيوانيه. اوكي، فهي اكيد راح تاثر في البيئه، البيئه اذا ميته اكيد بكل هذه، فبالتالي هو الانسان هو المتضرر. اوكي، كوروسيف سبستانسز كوزز، لاحظ أنه المواد القابلة للتآكل أسميها كوروسيف. لاحظ كل مادة كيميائية اسمها تحفظها الاسم زائد الشكل العلامة. السؤال دائما أطرحه على الطلبة، ليش إحنا دائما من نسمي مثلا كوروسيف، لاحظ على العبوة الكيميائية ما يكتب لك كوروسيف، أيضا يكتب لك، لكن شنو يضيف؟ يحط لك هذه الصورة، هذه الصورة هي علامة عن طبيعة المادة الكيميائية اللي أنت اللي موجودة عندك. لاحظ هذه كوروسيف. ليش؟ أنا راح أجاوب. ليش يحط لك الصورة؟ لأن الصورة عادة هي لغة عالمية، بمعنى الصيني، الياباني، العربي، الإنجليزي، الفرنسي، كلها راح يفتهمها. فهذا هذه الصورة عالمية ستاندر، كلها تجي من معنى الكوروسيف. من أشوف هذه الصورة إذا أعرف إنه هذه المواد قابله للكوروسيف، ماده متاكله. اذا اضعها على جسمي على السكن، لاحظ انه عند التعرض يعني عند سقوط ماده كيميائيه على الجلد، لاحظ انه راح تظهر مثل الحروق. اوكي، باي كيميكلز اكشن ات ا سايت اوف كونتاكت. اوكي، كوروسيف افكت كان اولسو اوكرز ان ذا ريسبيراتوري تراكت، اذا راح ياثر لي على الجهاز التنفسي. ان كيس اوف انهيليشن، يعني في حاله التنفس، قلنا احنا استنشاق في بعض الأحيان، إحنا بالكيمياء أو بالمواد الكيميائية مستحيل لا أنضج مادة كيميائية ولا نستنشق. فلاحظ أيضا تأثيرها كان inhalation، أيضا راح يعزل هضمي في حال عملية الهضم. قلنا شلون الهضم؟ قلنا إذا كانت المواد ملوثة. أوكي، أنت لما تدرس هسه إحنا راح تحفظ اسمها، تحفظ الأهم شيء العلامة مالتها، تعريفها، أيضا example. أنت لازم بالكيمياء تحفظ example. typical example are sulfuric acid, nitric acid, potassium hydroxide, sodium hydroxide, boron, etc. and phenol. أوكي، واضح كلامي؟ طلاب يمكن هاي آخر مرة يعني أنطي محاضرة إن شاء الله في مدينة الموصل. كم مثال نحفظ هل موجود؟ أحفظها كلها، لازم تحفظ كل جيد. بلسم شكرا جزيلا، شجعتيني. Thank you very much. Okay. تحفظ الأمثلة كلها، تحفظها ليش؟ لأن أنا من أجيب لك بالأمثلة أو بالأسئلة راح أقول لك sodium hydroxide is from، لازم تكتب corrosive flammable oxidizing substances، فأنت لازم تعرف شنو هي من شيء. أوكي، oxidizer، لاحظ الرمز مالتها، هذا الرمز
oxidizers. إذن السبستانز الآخر عندي oxidizers. طبعاً إحنا ما رح نأخذها كلها لأن ما عندنا وقت، بس رح أخذكم بعض السامبلات أوكي، والبقية إن شاء الله نسويها بوسترات. كنت أتمنى البوسترات موجودة حتى تشوفوها كلها بزين حيطان كلية طب نينوى. بس مثل ما قلت لكم انه احنا جمعنا هي typical example include الهيدروجين بيروكسيد نيتريك اسيد بيكلوريك اسيد سلفوريك اسيد اكسترا اوكي كلها هاي تحفظها زين. الاوكسيدايزرز هي كيميكالز مواد كيميائيه which decomposed readily under certain conditions to oxygen. اذا هي نوع من المواد الكيميائيه اللي تتفكك بصوره readily يعني انيا under certain تحت ظروف معينه لتنتج لنا الاكسجين. They can cause a fire to burn. إذن هي ممكن أن تنتج الحريق. ليش؟ لأنها تحترق بقوة. زين. The oxidizers must not be stored with flammable. لحظة هنا نقطة كلش مهمة، قلنا أن الكيميكال سيفيتي مو بس التعامل وأنما طريقة الخزن. فيقول لك هذا النوع من الأوكسيدايزر ما ممكن أن أخزنه must not يعني لا ما يصير must not be stored with a flammable. Flammables هو نوع أيضا من أنواع الكيميكالز. ليش؟ ليش؟ فالفلامبل اوريدي هي مواد كيميائية هي قابلة للاحتراق، فأنت من تخزنها هي سريعة الاشتعال، بمجرد تحت ظروف معينة راح تنتج لي الأكسجين. الأكسجين راح إذا توفر الأكسجين فهذه مواد قابلة للاستعارة قوة تتضاعف أوكي. Flammables لاحظ الرمز مالتها، شوف الرمز، شوف أنت تميز Flammables هذا الرمز. يعني أنا من أشوف عبوة كيميائية ومرات مو بس عبوة كيميائية، مرات وين أشوفها؟ مو بس مواد كيميائية، هاي العلامات إذا أنتم تبهيها وين أشوفها؟ طلاب وين أشوفها؟ المستحضرات، مستحضرات بالعطور في كل زين بالضبط بالعطور الأسيتون المنتجات لاحظ البخاخات في كل زين كل شيء هواي بالمستحضرات كل زين فلاحظ هذه فهو نشوف مصطلح عالمي. فأنت هسه عرفت شنو معنات هذه العلامة. البخار او البون فاير هازارد لابوراتوري اذا راح يزيد من الخطوره النار في داخل المختبرات. The degree of hazard associated with a flammable liquid depend راح يعتمد على شين اون اتس فلاش بوينت. يعني حتى احنا الفليمبل الكيميكال فليمبل بها درجات خطوره، درجات خطوره. اذا عندي راح تعتمد على شيء اسميه فلاش بوينت. فلاش بوينت flammability limits are اذا راح عندي حد للflammability ولدرجه الاشتعال اوكي درجه الاشتعال تمام. راح نشوف الفلاش بوينت شنو معناته. The flammability of liquid depends by its flash point اوكي. شنو تعريف الفلاش بوينت؟ الفلاش بوينت هي the lowest temperature at which a full air mixture present above the surface of a liquid will ignite if an ignition source is introduced. لاحظ انه شنو تعريف الفلاش بوينت؟ هي اقل درجة حرارة اللي اقل درجة حرارة fuel اللي هو الوقود زائدا الهواء هو المكستشر اللي موجود فوق سطح هذه الليكويد اللي سوف تساعد على الاشتعال اوكي. لاحظ قسمها، هاي طبعا التقسيمات كلش مهمه دائما نجيب وتز فلاش بوينت والدرجات هذه مالتها. اذا كانت 21 between 21 and 55 centigrees is اسميها شنو؟ فليمبل. اسميها فليمبل. اذا كانت اقل من 21 centigrees اذا اسميها شنو؟ هايلي فليمبل. أما إذا كانت أقل من 0 سنتيغريز فشي أسميها externally flammable. externally flammable. أوكي okay؟
النوع الآخر لاحظ هذه الرمز مالتها potentially exposed chemicals، النوع الآخر من المواد الكيميائية chemicals when subject to heat impact or a fraction undergoes rapid chemical changes. لاحظ هي المواد الكيميائية اللي عند تعرضها إلى الحرارة أو الحك أو الاحتكاك سوف تعاني من تغير بالصفات الكيميائية اللي يؤدي إلى large volume of gases، راح تؤدي إلى كمية كبيرة من الغازات causes sudden increase in pressure، يعني مواد متفجرة. مواد متفجرة ليش هي مواد متفجرة؟ هي مواد بالحالة الاعتيادية كل شيء ما بيها، لكن إذا تعرضت للفراكشن سوف تعاني من تغيرات كيميائية تؤدي إلى تحرير كمية كبيرة من الغاز يؤدي إلى انفجار. الهيت لايت ميكانيكال شوكت ان سيرتين كاتالايز اللي هي المحفزات الاخرى مثل الكان سوف تكون بدايه لتفاعلات الانفجار. اوكي شوكت سنسيتيف سبستانسز انكلود استالديهايد، مثلا عندي الامثله لازم تحفظها، الاستالديهايد الأزايدز والنيتروجين تراي أيودايت أورغانيك نيترايت النيترو كومباوندز. من الأمثلة عن النيترو كومباوندز اللي صار حديث عليها هواية، أحد يتذكر شنو؟ أحد ينطيني مثال حيوي قريب؟ أحد ينطيني مثال بالضبط؟ انفجار بيروت، عفوا كل زين عدنان طاها، انفجار بيروت، انفجار بيروت. لاحظ هي المواد هي بالطبيعة كل شيء ما كان بيها، هي موجودة مخزونة صار لها 3 سنوات، لكن تعرضت إلى الاحتكاك أو حريق يمكن صار، ما نعرف شنو اللي صار، فصار عملية انفجار رهيبة. فهي هاي الخطورة. أوكي فلاحظ خطورة المواد، ليش احنا نحب نثقف طلابنا بهذه المعلومات حتى يكون على دراية بطبيعة المواد اللي يستخدمها. اوكي بيركلوريك اسيد من المواد الخطرة اذا عرضناها للجفاف سواء كان خشب او اذر او مواد اخرى قابلة للاحتراق ايضا راح تؤدي لي الى احتراق شديد. اوكي ايضا بيركلوريك اسيد ومشتقاتها راح دونيتد، يعني راح تعاني من الهيت اذا كانت راح باي هيت اند امباكت، راح تحفز يعني عن طريق الحراره والاحتكاك. ايضا الايثرات الايثرز اند ذات كان ايجد اند درايد اذا ايضا تعرضت للجفاف. طبعا الإيثارات عندنا حادثة مشهورة إحدى طالبات الدكتوراه كانت تحضر الإيثار في داخل المختبر، راح نشوف يقول لك ليش أنت لازم ما تشتغل وحدك، بالأخير ما تشتغل وحدك بالمختبر، ليش أنت لازم ما تشتغل وحدك خصوصا، فهي عملية تسخين، فهي نسيت الإيثار، ما أعرف شنو اللي صار بحيث نسيت الإيثار هو ده يغلي يغلي إلى أن صار انفجار عليها الهود كله بحيث تنادر شرايا الزجاج عليها. احنا ما نخوفكم من المواد الكيميائية، لكن احنا نثقفكم ثقافة التعرف على طبيعة المواد الكيميائية حتى من تشتغل عليها انت تعرف تتعامل معها بالطريقة الصحيحة. تمام؟ التوكسيك كيميكالز، المواد السامة، هاي الصورة العلامة كلنا نعرفها، بس احنا نعرفها بغير شكل. وين من كنا صغار وين نشوفها؟ وين نشوف هاي العلامة من كنا صغار؟ من كنا صغار قراصنة، عافية كل زين القراصنة من كنا صغار يا ألغام، كلكم تذكركم حربي. لا القراصنة. أوكي إذن هذه تدل على الخطر، القراصنة هم مصدر أيضا خطر، فدائما يتبع القرصان بها فيخليها السفينة مات. فعندي توكسيك chemicals. Toxic chemicals produces إلى الإنسان، دائما الشغلات السامة احنا نخاف من أدها، تؤدي إلى lethal effects يعني تأثيرات موتية upon contact with the body cells due to the chemical as properties.
طلاب ذات جملكم وتقريبا المحاضرة كلها صارت عربي من وراكم. مرتاحين هسه؟ The toxic effects depend upon the إذن تأثير المواد الكيميائية أيضا مثل تذكرون بالإشعاع راح يعتمد على التعرض وكذلك على الاستنشاق سمية الاستنشاق of chemicals. يعني إذا أنت طبعا إذا كان كمية السم قليل تختلف إذا السم كثير أكيد صح ولا لا؟ فأنت إذا كانت المواد الكيميائية قليلة فممكن المعالجة تكون أقل أو تأثيرها أقل، أما إذا كان تأثير المادة الكيميائية السمية أكيد راح يكون تأثيرها أكبر. أوكي؟ أيضاً كمية التعرض راح يمكن نقيسها بواسطة الدوز. لاحظ الدوز، الدوز يعني جرعة. أوكي؟ وأيضاً التعرض واستمرارية التعرض، المدة duration sorry dose الكمية duration يعني الفترة الزمنية يعني time وعدد مرات التعرض للمادة السمية. أوكي؟ فإن التأثير مالتها رح يأثر. يعني مثلاً أنت تتناول سم دائماً، إحنا هاي وين نشوفها؟ طلاب التفكير شوية شرير، وين نشوفها هاي الشغلات، هاي الفاكتورات احنا نشوفها انتحار مسلسلات يعني بالافلام. دكتوره ريت ترجمه كرديه، I'm so sorry. يعني حاولت اني صايصه لي 6 سنين بالاقليم بس مدى افلام الرعب افلام الاكشن. لا طلاب عادة شوفوا دائما بالأفلام المصرية، أفلام المصرية رأساً يموت، بس الأفلام الهندية الأفلام المصرية شي سوي يحط لك دوز قليل ما يبين بالشربة يوميا لمدة أسبوع، هو ما يبين لكن يعني هاي كمية الدوز هاي إذا قليلة، إذا كمية هواية رأساً راح يموت. هاي هيك بالفيلم الهندي نطيش كمية هواية يموت، هذا فيلم هندي. الفيلم الإنجليزي كمية أصلاً سم ما يبين، الفيلم المصري يخليك على مدة شهر يحط لك إياه بالشربت بالقهوة شوية فنشوفه يقول لك هذه هي الفترة حتى وكمية التعرض يعني إذا repeated. فلاحظ أنه types of toxins target. بالمناسبة اللي يقول لي أنا كردي ما أفهم شون لعدك تكتب عربي. The types of toxins, a target, والأورغان tissue example. طبعاً هذه تحفظها مثل اسمك. The types of toxins. هذه اسمها أمثلة على المواد الكيميائية اللي تستهدف أجزاء معينة من الجسم. أوكي؟ ليش مهمة تحفظها؟ إذن types أنت أي نوع، إحنا خلصنا أنواع من أخذنا جزء قليل من أنواع المواد الكيميائية. أوكي إحنا عندنا بوستر كامل اشتغلها مصطفى عبد الغفور كان من كركوك ومجموعته، كان حقيقة بوستر كلش حلو. أطلب من أدكم إذا أدكم هيك نوع من النشاطات، لأن أنا بصراحة علقتها في كلية الصيدلة بالجوسة، فأريد واحد من أدكم أو مجموعة خمسة تتعاونون ايضا نعيد سحب هذا البوستر ونخليه له يمكم هنا حتى اكيد مثل ما نقول انه هي عليها درجات. اوكي التايبس اوف توكسين تارجت اورجانيك تيشو اكزامبل، اذا هاي المواد الكيميائيه اللي تستهدف شنو؟ تستهدف اجزاء معينه من الجسم. نيروتوكسينز اللي هي تستهدف الجهاز العصبي نيرفس سيستم، اذا نيرو توكسينز جاي من النيرفس سيستم، من الأمثلة عندي الميركوري الزئبق ميتاليك إن أورجانيك أند أورجانيك الزايلين والكربون دايسالفايد إكسترا. هاي الأمثلة كلها تحفظها. أوكي الهيماتوتوكسينز الهيماتو من البلد اللي تستهدف الدم هيماتوتوكسين اللي هي كربون مونوكسيد النيتريز أروماتيك أمينز كومباوندز. هيباتوتوكسينز عندي الليفر
الليفر اللي تستقبل شنو؟ عندي رسائل، اكو رسائل هواي، شنو القصة؟ اوكي هيباتو توكسينز جاية من الليفر، الليفر هيباتو توكسين اذا تستهدف الليفر اللي هو الكبد اللي هي الكروفورم الديناتروبنزين. اوكي نيفروتوكسينز اللي هو كايندلي سوري مو كايندلي هو عبارة من الكدني اللي هو الطلاب شوشتوني شوي خففوا من الشات. الكدني اللي هو كلورايد ديرماتو توكسينز اللي هي من سكين من اورجانيك سولفنت. لاحظ انت راح شويه اغششك شويه، من اجيب لك مثلا بالفراغات اجيب لك مثلا اسيتون واقول لك الاسيتون هو من شنو، من اي تايبس اوف كيميكلز، من اي تايبس اوف توكسين تارجت اورجان كيميكلز. انت ايش راح تكتب لي؟ وانطيك عده اختيارات. شو راح تكتب لي انت؟ المفروض راح يكتب لي بالضبط، راح يكتب لي من ديرماتو توكسين. هو صحيح مكتوب اورجانيك سولفنت، الاسيتون هو من ضمن الاورجانيك سولفنت. ايضا عندي الدايميثايل سولفينيك اسيد، صحيح طلاب. اذا فانت تعرف الاورجانيك سولفنت من pyrophoric chemicals، لاحظ هذا الرمز مالتها، هي ايضا هي رابط oxidation of pyrophoric chemicals by oxygen or اذا واسطة الاكسجين او عن طريق الرطوبة in air case of a compound. راح الاحظ انه هي تحترق بصورة تلقائية، يعني اكو بعض قلنا المواد الكيميائية لازم تحتاج عند التعرض الى الامباكت الى الهيت الى اللايت، لكن هذه المواد الكيميائية هي already تلقائيا تحترق تلقائيا. مثال على ذلك هي بيوتايل ليثيوم. اوكي بيوتايل ليثيوم عندي الووتر رياكتيف كيميكلز. اوكي these chemicals react، هذه النوع من المواد الكيميائية نلاحظ انها تتفاعل بشدة when they come in contact with، عندما تتعامل مع الرطوبة المسترز or water، يعني رطوبة او ماء. الووتر رياكتيف كيميكلز المواد الكيميائية اللي تتأثر بالرطوبة، example include راح يمثل لي ليثيوم صوديوم بوتاسيوم ألمنيوم بروميد etc. اوكي هاي كلها تحفظها الامثله، اريدك ليش تحفظها؟ سؤال هسه اقول لك ليش تحفظها. شوفوا انتم مثلا عندنا هذا انفجار بيروت، عندي نترات، انت من خزينك، يعني يمكن انت احتمال التخصص مالتك ما راح تتعامل مع المواد الكيميائيه، لكن بعض الاطباء راح يتعاملون مع المواد الكيميائيه، اذا باثولوجي او كيميكال او بايوكيمستري، كلها هذه مواد او احياء. ايضا عندي تخصصات يعني بصورة عامة in general basic science راح يتعامل مع مواد كيميائية أكثر من جماعة، لكن أنت أخذها السلامة الكيميكال سيبتي هي نوع من الثقافة، سميها ثقافة السلامة الكيميائية. حتى إحنا نأخذ مجموعة، يعني مو العام أول العام أخذ مجموعة من الطلبة، سوينا زيارة ميدانية لمدارس ابن سينا الأهلية، نطينا محاضرة كاملة، طبعا طلاب إحنا والطلاب، كانت سفرة طلابية علمية سوينا بها عدة فعاليات، هي نشر ثقافة السلامة الكيميائية. ليش؟ أنتوا تعرفون أن الظروف اللي إحنا نتعرض لها دائما في تماس مع المباشر مع المواد الكيميائية، سواء إذا كانت استخدام مزدوج، يعني ظروف اللي مرت بينا، يعني إحنا لأن المحاضرة مسجلة فشوية راح نتقيد بالكلام، ظروف يعني 2014 اللي تبعها، نلاحظ انه مواد بسيطه مثلا النيترات صوديوم نيترايت اكسترا
استخدمت من بعض الأشخاص غير المهيئين أو خلينا نسميهم الإرهابيين لصنع متفجرات بسيطة كذا. فهذا يؤدي أنه لازم ننشر ثقافة السلامة الكيميائية. إذا أكو مادة كيميائية نحرص على المواد الكيميائية حتى لا تقع بأيد أشخاص غير كفؤين. يعني إحنا المؤسسات التعليمية نستخدم مواد كيميائية لأغراض علمية، لكن بعض الأشخاص يستخدموها لأغراض غير إنسانية، خلينا نقول غير إنسانية، وعلى أثرها نفقد كثير من الضحايا. فإحنا من ننشر الثقافة بالمدرسة بالجامعة، سواء تقول لي أنا تخصصي ما أحتاج كمواد كيمياء، أوكي أنت ما تحتاج احتمال مستقبلا، بس أنت مستقبلا إذا عرفت أهمية السلامة الكيمياء من شوف مادة كيمياء ما راح تجي تمسكها بإيدك أو تجي أنت تتعامل بها، لا راح تخبر مثلا الدفاع المدني، باعتبار أنه هو أخبر الدفاع المدني إذا شفت أبواب أو نريد نستخدم هذه المصطلحة، يعني شيء غريب خلينا نقول استخدمهم، وإنما أقوم بالاتصال بأقرب دفاع مدني. إذن هي ثقافة أكثر من هي مادة علمية. حاول المادة العلمية اللي أنت تأخذها تكون رصيد لثقافتك توعيتك. أوكي أوكي طلاب، هسه إحنا أخذنا بصورة مختصرة وموجزة عن طبيعة المواد الكيميائية الموجودة عندي أوكي في داخل المختبر. هذا كلش يعني شرح كلش مختصر مختصر مختصر. سلامة الكيمياء مفهوم أكبر وأكثر، والشغلات اللي بيها أكثر. أوكي سؤال هسه يطرح إلى نفسي عندي بدنا تفيدنا، لا هذا نظري وفق هسه من التشريح. هسه أنت بالكيمياء ليش هسه تسأل عن التشريح؟ هسه وقت الكيمياء انسوا التشريح خلاص، واضح؟ هسه إحنا سؤالي اللي يطرح نفسه، قلنا إحنا مهما كان الإنسان حذر، لكن في بعض الأحيان تحدث حوادث في داخل المختبر، قد يكون إهمال وقد مو يكون إهمال، مثلا لا سمح الله زلازل، انفجار، صاروخ، حرب، أو هذه الحوادث لازم تتوفر عندي، أسميها chemical spills chemical spills the filling equipment، هذه المعدات must be maintained. هذه المواد الكيميائية هذه يسموها شلون، انتم شايفين بالنسبة للإسعافات الأولية، عندنا بالإسعافات الأولية نشوف حقيبة الإسعافات الأولية، صح لو لا؟ إذا واحد ينجرح أو كذا نشوف ضمادات كذا كذا، نفس الشيء المواد الكيميائية هاي بالضبط. لاحظ طبعا هذه يسموها chemical spill. هذا عبارة عن equipment must be maintained، يجب in any laboratories for dealing with the chemical spills، للتعامل مع الانسكاب. spills يعني انسكاب. okay أسميها chemical spill kits، يعني كتات. okay البيرسونال هذه أول شيء لازم تكون موجودة في بعض الجنرال. زين هاي موجودة عندنا، موجودة عندنا إحنا قريبة صيانة كيمياء. بصراحة أول مرة أسمع بهيك مصطلح، why not. أوكي موجودة عندنا أكيد. لا طلاب ركزوا بالشرح هسه. إيه لا هو صحيح هي ما عندنا صدق، يعني إحنا مو معناته إنه إحنا يأسنا، لا ما يأسنا أبداً. زين الآن إحنا حاولنا من على الطلاب، قلنا هو نوع من النشاط اللاصفي، حتى إذا 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 مثلاً عدم توفر الأموال في داخل المؤسسات التعليمية ممكن إنه إحنا نشارك، ويعتبر نشاط لاصفي مثل اللوحات ممكن أن نتعاون ونشتريها، يعتبر نشاط لاصفي بالنسبة للطلاب، لأن إحنا من يأس. أوكي من يأس أبدا، فممكن أن نوفرها. حقيقة إحنا طلاب تواصلوا مع الأمازون وكذا، كان شوية يحتاج إلى هذه الشركات معينة، فاللي عنده أي اطلاع أو أي شخص عنده مثلا بهذه المواضيع ممكن أن يجهزها. طبعا التكلفة المادية راح تتقسم بين الطلبة، تعتبر كنشاط لا صرفي، يعني على درجات أكيد. شوية كانت عملية الشحن بالDHL كانت كلش غالية ومكلفة، ف
فاللي عنده شركة اللي أعرف شركة موجودة اللي يعني تعرفون وزن DHL يعتمد على الوزن فهي كلش غالية فمسألة الشراء عن طريق الأمازون شوية صعبة والشحن إلى عنا فاللي يعرف شركة سواء من بغداد أو أي محافظة أنت بيها وتوفرت هذا النوع من الكتات أتمنى أن تتواصلون وياي حتى نعرف سعرها ونجهزها للمختبرات أوكي؟ هذه يسموها chemical spill kits. أيضا لازم personal protective equipment. personal هاي دائما يشوفون PPE. PPE هاي مختصر عندي personal protective equipment. إن اختصرها PPE capital E. okay. مثل عندي ذلك chemical categories. مثل المعدات اللي يسموها الحماية الشخصية. معدات الحماية الشخصية مثلاً عندي جهاز التنفس في حالة حصل اختناق لشخص ما أيضاً سكوبس أند دست بانس لاحظ سكوبس شو يسمي سكوبس يعني المقشة والمكرفة زين هاي بيش استفاد منها ودراي ساند هاي بيش استفاد منها سكوبس أند دست ستاند أوكي والدراي ساند أحد عنده فكرة شلون أستخدمها الصورة واقفة ما أصلاً بخرطوشة كيميائية حلوة شون لشون ليش ما أحد ما ينظف بالبيت شنو فائدة المكناسة شنو إحنا دال ننظف بالضبط تنظيف المخلفات السآني أول شيء يعني أنتوا تتفاجئون سبيل كت لازم شغلات اللي 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 عندنا لازم في الشغلات واو ما أعرف شنو لا مثلا عندي صار إن انسكاب في داخل المختبر أول شيء إنه شنو راح هي أكيد في داخل عبوة صح لو لا في داخل عبوة راح أكو زجاج أكو زجاج راح يتكسر هذا شلون أشيله غير عندي لازم يكون سكوبس آند دست بانز صح لو لا صح لو لا فهذا الـ الأولي هذا يسموه الرياكشن الأولي أول فعل أسويه طبعاً أول شيء قبل ما أشتغل أي اللي عندي قبل أنت ما تحاول تزيد كيميكال سبيلز أول شيء لازم تعرف شنو المواد الكيميائية اللي أنت عندك إياها أوكي طبيعة المادة الكيميائية اسمها حتى أنت تعرف على أساسها تعرف شلون تتعامل أوكي على أساسها تعرف شلون تتعامل أوكي صورة واضحة هذه الكتات راح تعتمد على طبيعة المواد إذا كان حامض أو قاعدة راح نشوف راح الحامض أضيف له كت معين القاعدة يضيف كت معين الغرض من هاي الكتات حتى تصير المواد الكيميائية الفعالة خاملة لازم أتحول من مواد الفعالية النشطة إلى مواد كيميائية خاملة نعم أوكي أول شيء هسه زين إذا صار عندي انسكاب بالمختبر شنو المفروض أسوي the following action must be taken in the event of the chemical spill إذا كان انسكاب من المواد الكيميائية شنو الخطوات اللي أسويها طبعا هذا ايضا هذا بوستر احنا سويت عاملين بصراحه جائحه كورونا ما خلتنا نشتغل يمكن بس 3 بوسترات عن الجرين كيمستري و التايبس اوف جوجلز بس اشتغلنا 3 بوسترات عن طلابي اشتغلوها كلش حلوه بوستر جميل جدا حقيقه ان شاء الله كلها تشوفوها زين اذا شنو الاجراءات اللي انا لازم اسويها الاكشن الاجراءات اللي المفروض تيكن The following action must be taken in the event of a chemical spill. أول شيء عملية الإخلاء evacuated ها كلش مهمة. أول شيء evacuated non-essential personnel from the area. إذا الإجراء الأول أنت دائما يقول لك إخلاء لا عملية الإخلاء هي ليس ضرورية في حال عندي انسكاب كيميائي. اوكي النقطه الثانيه ventilate the area by opening the windows هو المنطقه اللي حصل بيها تفاعل كيميائي ليش اهو المنطقه برايك وليش استخدم by opening the windows ليش اول شيء اهو سؤال من شطرين ليش اول شيء الventilate عمليه التهويه هي مهمه the area الشق الثاني ليش opening by بواسطه opening the windows اوكي
خلينا نشوف إجاباتكم. بسبب الغازات المنبعثة لحتى سبب انفجار عفية كلي. زين أوكي، ليش أستخدم هذا الجواب صحيح؟ زين التخلص حتى ما نستنشقها، أوكي أقلل يعني أقلل من تأثير المواد الكيميائية دخول هواء نظيف. زين السؤال هذا جاوبناه، كل إجاباتكم تقريبا صحيحة. زين الجواب الثاني، ليش أستخدم الويندوز يعني الفنتيليشن؟ ليش بنكات صح لو لا؟ أقدر أفتح أور كونديشن تمام لو لا؟ فليش ليش؟ هو عن طريق الهواء الجو. أوكي هسه كل الإجابات الفنتيليشن صحيحة. أوكي تأكستراكت الغازات التطاير بالجو بدل. أوكي خلصنا من هذا، كل هالإجاباتكم صحيحة. الشق الثاني عملية التهوية شون؟ يقول لي شي يقول لي يقول لي هنا باي شنو؟ By opening the windows. ممكن أكو شفت هنا أنا تعليق بس ما لحق عليه ما أدري وين راح. عافية عليك عبد الله، يمكن عبد الله دليار، عبد الله دليار طبعا من الطلاب النشطين عندي. عبد الله أوكي، عبد الله دليار من الطلاب النشطين فعلا فعلا very good indeed. يعني إذا أنا أفتح قلنا الفنتيليشن ممكن أن يكون عن طريق هنا ركز يقول لك by opening the windows. ليش؟ لأن إذا فتحنا الساحبة، إذا فتحنا air condition أو أي شيء كهربائي أو أي شيء كهربائي، الشرارة الموجودة احتمال، لأن أنا بعد المواد احتمال بعد ما عينتها بعد ما أعرف شنو، مثلا هو صار انسكاب بس بعد أنا لحد الآن ما أعرف شنو طبيعة المادة اللي انسكبت عندي. فأول شيء قلنا عملية تخلص من الأشخاص هي غير ضرورية، الفنتيليشن عملية التهوية حتى يقلل من تأثير إذا كانت غازات سامة راح يقلل، وافتحها وعمليه الفتح راح تكون باي اوبننج ذا ويندوز، لان اي شراره راح يؤدي انفجار، لان انا طبيعه الماده هذه اللي موجوده عندي ما اعرفها، فحتى اكون بالسيف سايد. اوكي اوكي اذا كان السبيلد يعني الانسكاب الماتيريالز از فليمبل، واو اذا كان الانسكاب المواد الكيميائيه هي فليمبل قابله للاحتراق او الاشتعال، اول اوبن فليمز Do not operate electric switches near the spill. نفس السبب، نفس السبب. إحنا بالبداية ليش هو ركز قال by opening؟ لأن أنا بالبداية ال طبيعة المادة اللي مسكوبة عندي بعد ما أعرفها هي انسكبت وقالوا لي أكون انسكاب. فأول شيء أروح أسوي أهوية بواسطة، أول شيء ما أربك نفسي بتخلص من الطلاب، لا ممكن أن يكون تنظيف موقعي، سمي تنظيف موقعي. أوكي؟ إذن ثاني شيء أسوي تهوية، شيكت المادة بعد ما شوي استقرينا أشوف الأبواء أو شنو هاي المادة اللي انسكبت، إذا كانت flammable أو مستحيل operated electrical switch near the spill، أما إذا كانت مواد اعتيادية أعرفها أنه مواد not يعني not flammable ممكن أن أستخدم الساحبة etc. أوكي بس دائما دائما أتجنب هذا الشيء، avoid. يقول لك الشغلة الرابعة إنه avoid inhaling، يعني لا تستنشق الغازات المنبعثة من spills materials، لأن يعني إحنا أيضا مجهولة ممكن تأثر على الجهاز respiratory tract. Use personal protective equipment. أيضا إحنا راح نأخذها الاختصار مالتها P capital هي عبارة عن الصدرية، عبارة عن الجاجلز النظارات، عبارة عن الماسك في بعض الأحيان، طبعا الماسك حسب طبيعة الغاز قد يكون ماسك اعتيادي ويكون ماسك مفلتر للغازات طبعا خاص للمواد الكيميائية. رح ناخذها أيضا in details. طبيعة الأحذية اللي تلبسها لازم تكون من توي من طبيعة تكرمون الأحذية المغلقة، يعني مو الأحذية المفتوحة لازم. أوكي هاي كلها أسميها personal protective equipment. Ensure that there is an exit nearby. بعد ما خلصنا أشوف أكو مناطق خروج أكو ممكن نخرج من عندها القريبة.
قلنا احنا بهذا الكيميكالز كل هاي الكتات مكتوب عليها، مكتوب عليها اوكي اوكي اكيد كلها هذه حفظ. اوكي واضح طلاب؟ واضح طلاب؟ سوري. زين safety precautions ما هي إجراءات الحماية؟ أوكي هذه النقاط اللي أخذناها طبعا أرجع أقول لكم كل هاي الشغلات اللي أخذناها مختصرة جدا 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 أوكي بس أنا أعطيك فكرة أكو هالشي كل شيء أوكي. إذا عندي safety precaution ما هي الإجراءات الوقائية اللي لازم أسويها. Do not work alone in the laboratories particularly when performing hazardous procedures. هاي نقطة كلش مهمة. إذا أنت تعرف إنه أنت دا تتعامل مع مواد خطيرة إذا do not work alone ما تشتغل وحدك. طبعا هاي أكثر شيء نشوفها مع طلبة الدراسات العليا أو البحوث. أما أنتوا أكيد تشتغلون على شكل مجموعات بس إذا أنت تعرف أنه أنت راح تتعامل مع مواد كيميائية صلبة أو خطرة فأنت ما تشتغل وحدك أوكي؟ لازم أكو أحد وياك حتى لا سمح الله إذا يعني هاي إجراءات كنا متأخر يعني ساعات متأخرة فأنا حقيقة من الناس الشجعان يعني ولا متحم بنفسي فكنا نقفل علينا البناية ونشتغل إحنا والمجموعة. فمرات نتفق مرات يعني حسب وقت الطالبات اللي عندنا طبعا فقط طالبات اللون يعني اوكي. ففي يوم من الايام مفتاح البنايه اكيد عندي شوف المسؤوليه اللي انا يعني ذاك الزمن مسؤوليه بنايه كامله انا اتحملها اقفل علي الباب وطبعا الحارس هم يقفله من برا فمن برا ومن جوا. زين شافني الاستاذ ما اعرف شنو صار وقالوا له انه احنا باقين بالمختبر لساعات متاخره يعني شنو 4 5 6 متأخرة متصوروني بالليل لا يعني ماكسيمم 7 بالليل أوكي 7 بالصيف شنو 7 بعد. فما تصورون اللي صار بي شنو هاي شلون تبقين وحدك ما أدري شنو. فما يقبلون ليش حتى لا سمح الله إذا إحنا فترة هذه واحد يكون شوية شجاع لا إذا لا سمح الله صار بيج شيء أنت راح تلقين بمكانك على الأقل واحد يحس بيج أكو أحد يشيلك بنتموت يقرأ عليك الفاتحة يعني أوكي. الشيء الثاني do not perform an theoretical experiments. أنتوا بالنسبة لكم يقول لك من الأفضل أن لا تجري عملية تجربة أنت ما عندك theory عندك يعني خلفية نظرية إلها. إذا ما عندك خلفية نظرية إلها لا تحاول أن تجري هذه التجارب. أيضا plan خطة appropriate procedures خطط لطريقة مناسبة وموقع مناسب of all equipment before beginning any experiment. يعني أنت قبل ما تبدي من إجراءات الاحترازية يعني أنه أنت قبل ما تبدي أي تجربة شنو لازم تسوي خطط بطرقة يعني طريقة العمل لازم توضحها المكان اللي أنت راح تشتغل به. زين تخلي ببالك أنه أنا لا سمح الله إذا صار أكسيدنت وين الشغلات اللي المفروض تكون موجودة اللي هي السيفتي. زين هاي كلها قبل ما والموقع الموقع أهم شيء الموقع ليش أقول لك دائما بالكيمياء المكان نظيف كذا كذا أوكي. أيضا عندي تشتغل شنو عندي where appropriate personal protective equipment أيضا من إجراءات الوقائية لازم استخدم الشغلات دائما يقول where appropriate protective equipment راح تحدد حسب طبيعة التجربة اللي أنت تشتغلها. يعني هي إحنا قلنا in general هي عبارة عن الصدرية اللي عندي الجاجلز الماسك حسب التفاعل اللي عندك حسب التجربة اللي أنت متخطط لها هل هي خطرة هل هي احتمال أنت ما تحتاج مثلا الماسك ما تحتاجها في بعض التجارب لا أنت تحتاج الماسك. فالمعدات الوقائية الشخصية راح تعتمد حسب طبيعة يعني أنسى أنتوا بالمختبر ما تحتاجون الجاجلز على سبب المثال أوكي. مثلا عندي المريول أو الكوت اللي هو الصدرية ساعة
safety glasses and toy cover, يعني تكرمون الأحذية المغلقة. Then all times in the دائما تستخدم هذه بصورة عامة. قلنا الأحذية المغلقة. ليش الأحذية المغلقة؟ لا سمح الله إذا صار انسكاب, إذا صار انسكاب على ال إذا صار انسكاب على المواد الكيميائية راح تتأثر القدم لو تكرمون الحذاء. لا أكيد الحذاء راح يكون عبارة عن واقي للزين. أيضا من الإجراءات الوقائية الأخرى عندي wear suitable gloves when handling chemicals. ليش؟ لأن عندي الكلوبز أنواع. Inspect all gloves for defect before used. يعني قلنا suitable gloves, أدنى types of gloves. أيضا هذه عبارة عن بوستر سواها الطلاب كنا معلقية من مختبر الأحياء إن شاء الله. أيضا هذا من ضمن المعرض لازم أرجع لكم حتى تشوفوه. عندي types أنواع من الجلوبز اللي هي القفازات. طبعا القفازات حسب طبيعة المادة المواد الكيميائية اللي أنت تستخدمها. فيقول لازم تخلي بدماغك حتى أنت بعد ما اختاريت الجلوبز المناسب, بعد ما اختاريت أنت الجلوبز المناسب لازم تشيك إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان سوري طلاب بس لحظة علي. إذا كان الجلوبز يعني تشيك إذا كان صالح للاستخدام أو لا, لأن في بعض الأحيان قد يكون مزروف. فإذا أنت إذا كان هناك ثقب راح يأثر عليك صح لو لا؟ تمام لو لا؟ فإن المادة الكيميائية أنت خالب بالك أنه هي المادة الكيميائية ما راح تدخل. أوكي؟ المادة الكيميائية ما راح تدخل لكن بس لحظة علي طلاب سوري بس صارت شغلة ماكو شيء إن شاء الله. تمام. أي فأنت لازم تشيك إذا كان الجلوبز يشتغل أو يعني إذا كان صالح للاستخدام أو لا, لأن احتمال مثلا احتمال يعني أحد استخدمه وغيرك فتلاحظ انه هو غير صالح للاستخدام. النقطة السادسة وكلش مهمة واحنا لازم نركز عليها. Know the location of emergency equipment. هاي كلش مهمة. زين يقول لك تعرف على موقع الامرجنسي معدات الطوارئ. ليش برأيك؟ ليش برأيك؟ ليش؟ كل زين موفق عادل ذنون كل زين. إذا تعرف شلون شغلات الوقاية يراد أن تجي علي حتى أشوفك اللي اشتغلت لسنوات ممكن يصير احتراق حتى بسرعة نجيبهم بالضبط بالضبط حتى استخدمها من احتاجها. اذا اني بدل ما اضيع وقت انه راح اتلفت يمين ويسار على ما اعرف لا سمح الله اذا تعرضت لنوع من الاكسيدنت معين, فبدل الوقت ما الوقت اللي يعني اضيعه انه ادور من جنسي لا انا اخلي من البدايه اذا عرفت المكان راسا لا سمح الله اذا صار شيء راسا راح اروح على الامرجنسي اكويبمنت. اوكي راح ارجع راسا فاختصر الوقت. اكيد اختصار الوقت راح يكون مور سيف. اي زين. بي اوير اوف هازارد بوست باي ذا ورك اوف اذرز ان ذا لابوراتوريز. لازم اذا انت تشتغل في مواد كيميائية لازم تعلم البقية بأنه أنت تشتغل يعني أنت مو بس أنت تحمي نفسك وتلبس personal protective equipment وتبقي وتخلي البقية لا سمح الله إذا صار غاز أو شيء مثلاً وأنت تشتغل براحتك أوكي أنا سيف. لا
البقية اللي يشتغلون وياك العاملين يقول لهم يا شباب، أو يعني بصورة الشباب النساء والرجال، يا شباب أنا إذا أشتغل تجربة معينة احتمال بيها تسريب غاز يكون سام، فبليز وير الماسك. زين، الماسك اللي خاص طبعا بالغازات، مو هذا الماسك الاعتيادي، هذا يسموه سيرجري ماسك اللي احنا نستخدمه، لا، اكو ماسكات خاصه لغازات معينه، فانت لازم تخبر البقيه اوكي، حلا سماح لا يتسرب غاز او حتى انفجار، او اذا البقيه يكون يعرفون. Make others in the laboratory aware of any specific hazards associated with your work. مثل ما قلنا هي قلناها. When heating a test tube towards yourself or others. أنت عندما تسخن test tube أو أي شيء، لا بيصير أنه أنت توجهها نفسك أو للآخرين. أوكي؟ ليش؟ أكيد واضح. واضح لو مو واضح. واضح لو مو واضح. واضح لو مو واضح. Okay, be sure that the glassware has cold before touching it. Okay, دائما كل على صورة، كون على صورة أو أكون على تأكد من إنه الglassware يعني الزجاجيات تكون باردة قبل ما استخدمها. شرحناها بالنسبة لشعبة ألف، يعني شعبة يوم الأحد، سوري البارحة، أنه لازم تكون ممكن أن أستخدمها بإيدي. أوكي، لاحظ هذا الصورة، انتبه على هاي الصورة، لاحظ هذا الشخص شلون، حسب قلنا حسب طبيعة لاحظ هذا ديرتدي مريول أو اللي نسميه كوت لابس جاجلز جلوبس، لاحظ كلها السترة، لاحظ هنا هذا اسمي جهاز الهود أو مو جهاز بالأحرى، هو الغرفة مفرغة من الهواء. بس لحظة طلاب، اي طلاب، فانت تلاحظ هنا انه هذا الشخص اللي واقف على مسافه، الايد فقط هي اللي داخله ما متعرض، لاحظ انه هذا الزجاجي ليش؟ حتى يحمي من المواد الكيميائيه. هنا تشوفون عمليه تسخين. اوكي واضح، خلينا نشوف شويه الكومنتس، تعليقات نقدر نستخدمها. الماسكات المطلوبه، شنو الماسكات؟ ترى خلصنا، ما بقى شيء طلاب، اليوم أصلاً ما أخذت التشريح، كل هذا الماسك. طبعاً قلنا إنه أنواع القفازات متعلقة بأنواعها، كلها حفظ. أوكي واضح طلاب؟ أوكي، فنلاحظ إنه هذا الشخص ملتزم، لاحظ هنا علامة إنه هذه المواد، انتبه. هسه أنت من تشوف الصورة دائما نقول إحنا العيون شخص تختلف عن شخص الآخر، لاحظ هنا هذه العلامة تختلف، هذا يحذروا إنه أكو مواد قابلة للاحتراق. أوكي أيضا من إجراءات السلامة اللي عندي اللي لازم أتبعها هي dilute concentrated acid and bases by slowly pouring the acid or bases into the well. Okay, thank you very much. Okay. أيضا عندي وين طلاب؟ Okay. Dilute concentrated acid and bases by slowly pouring the acid or bases into the water while ايضا راح نقوم بعملية التركيز. ايضا من اجراءات الوقاية والسلامة، ايضا راح أخفف لحظة طلاب، بس علي لحظة، أعطوني الصبر. أي من إجراءات السلامة إذا لازم عندما أستخدم ال
عندما استخدم الحامض أو القاعدة عملية التخفيف لازم تكون سهلة. عملية التخفيف تكون من خلال عملية السكب the acid or bases into the water while يعني ما أكون حذرة أضيف شلون أضيف الحامض إلى الماء لو الماء إلى فتكون حذر. أيضا keep work area clean and uncultured أيضا من إجراءات السلامة. طلاب بس لحظة أريد أنزل لكم رابط الحضور فلازم أستنسخه حتى ليش تروح عليكم الشغلة. أوكي دخلوا الشغلة. أوكي دخلوا الشغلة. أوكي and uncultured. زين الطلاب نزل رابط الحضور نزلت لكم إياه، حاولوا تسجلون حضور. Keep work area clean and cultured. Maintaining good housekeeping helps to prevent accidents. لاحظوا إحنا من أول مختبر أو من الأول لقاء حضرنا إحنا قلنا لازم من ضمن التكنيك أنه الطالب يتعلم أنه يحافظ على منطقة شغلة نظيفة. ليش؟ يعني قلنا الكلتشرت يعني حتكون غير ملوثة، بإضافة راح تحافظ على من الأكسيدنت. أيضا راح نشرحها بالكيميكال سيبيتي بالبراكتيكال، راح نشوف المادة ليش، شوف إذا المنطقة غير نظيفة أو غير مرتبة شنو راح يصير. أوكي هاي ضمن إجراءات الوقاية. أيضا من ضمن إجراءات الوقاية إذا laboratory equipment must be regularly inspected and served as a pair. أيضا المعدات المختبرية يجب أن تكون مجهزة ويعني كل فترة لازم أتأكد من استخدام الصحيح. إذن store عمر محمد لا شخبط store couch اللي هي الحافظ أشو من نزلنا رابط الحضور زاد الطلاب ويتشتو. أوكي ستور كود طلاب يعني هي دقيقتين ثلاثة إن شاء الله تخلص المحاضرة ففي patient. أوكي ستور أخزن الصداري والباجز and other personal items in في مكان معزول زين not be punished يعني حتى تحافظ عليها. أوكي لاحظ هذه معدات السلامة شنو هي معدات السلامة. لاحظ هنا عندي طفاية الحريق fire extinguisher keep draws and cabin closed when not is used. أيضا إذا ما أستخدمهم لازم أغلق المبنى flame use a water bath استخدم الwater bath. أوكي لاحظ هذه هذا اسميه الهود هذا يسموه غرفة مفرغة من الهواء أي شيء غازات تنبعث من المواد الكيمياء لاحظ هنا شلون صاحبة المطابخ هذه هنا كلها تطلع خارج إلى الجو مو داخل المختبر الغازات المنبعثة من هذه التفاعلات الكيميائية ما راح تدخل داخل المختبر. لاحظ هذا الزجاجي راح إن إحنا نغلقه ليش نغلقه حتى لا يأثر على الغازات من نستنشق الغازات السامة من نسحب هواء إنما هنا توجد ساحبات ضخمة تعمل على خروج الغازات خارج المختبر هذه نسميها الغرفة المفرغة من الهواء هود. لاحظ هنا هاي شنو أحد الطلاب سألني قال لي دكتورة هاي شنو الحنفيات الموجودة عندنا بالمختبر بعض الحنفيات تستخدم للماء أوكي لكن في بعض الأحيان لأن إحنا نحتاج الماء للتبريد لكذا لكن في بعض الأحيان نحتاج غاز معين فأيضا هاي الحنفيات قد تكون مرتبطة بغاز فعادة هي بالمختبرات تكون يا إما حنفية غاز حنفية ماء. أوكي لاحظ الكهرباء كلها خارجي لاحظ هاي كلها طبعا details هاي details أكيد أنت يمكن
مو أكيد يجوز، لا يجوز تعرف أنه في بعض الأحيان إذا عدم معرفة هيك يمر مرور الكرام إن شاء الله، بس بعدين إحنا نشوف التفاصيل الموجودة. أوكي emergency measures or chemicals flashes on a kit. إن شاء الله ما بقى شيء وخلصنا، يمكن هذا آخر شيء حتى ترتاحون. All chemicals splashed on the skin must be immediately flushed. زين شنو القياسات؟ هذا شيء أخذناه بديهي، أي مادة كيميائية تيجي على سطح الجلد شنو لازم أسوي؟ شنو لازم أسوي؟ رأساً أروح أخففها بالواتر. أيضاً الملابس الملوثة must be removed while flashing the body. عندما أيضاً الملابس الملوثة قبل لازم أخرجها أيضاً. Flashing must be contained for at least 15 minutes. Eye must be immediately flashed within an copious amount of water for at least 15 minutes. أي شيء يصير على عينك رأساً وين أتوجه؟ على الحنفية. طبعاً هي نسميها بالسيفيتي، عندي شاور وعندي الاي شاور. الاي شاور شنو ميزتها؟ طبعا هي ما موجوده عندنا، نحاول ايضا اذا واحد من الطلاب ان شاء الله نكثف جهودنا السنه، اذا شفناها في اي شركه اللي يسموها غسل العين راح يشوفوها، هذه نضغط عليها بسرعه، لها القابليه على دفع الماء بكميه رهيبه، فراسا تخفف من تركيز الماده الكيميائيه الموجوده عندي، فراسا يقلل الخطر. In case of contact with hydrofluoric acid apply رأساً. هنا أنا hydrochloric acid يقول لك وضع 2.5% من كالسيوم كلوجونيت جل on the skin after flushing the affected part with water. إذن أول شيء بعد غسلناها، بعد شيء من غسلناها خلينا نشوف الكومنتات أكو شيء مهم. طلاب أكو صوت؟ أكو صوت؟ نعم دكتورة أكو صوت. أوكي أهم شيء هذا. أوكي بس دكتورة ممكن سؤال قيسين طلع؟ نعم خلصنا احنا. إيه تمام دكتورة خلصوا. نعم. بعدين على الرابط الحضور بعدين خلينا نكمل. أخاف النت يروح. أخاف النت، أخاف النت يروح وخلونا مستقرين. أوكي تمام دكتورة. فعندي بعد ما غسلنا بعد ما غسلنا flashing the effect part with water أيضا قلنا لازم نستخدم كالسيوم جل. اوكي لاحظ هذا اللي حكينا عليها، هذه عاده المفروض ان تكون موجوده بداخل المختبرات. هنا نشوف هذه مثل الدوش. اوكي هذه اكو مكان تضغط عليها على صحفره راسا في حاله انه عينك لا سمح الله، تعرفون انه العين يعني اهم جزء بالانسان هي العين، يعني أغلى شيء الإنسان، فإذا تعرضت لمادة كيميائية هذه بس تضغط عليها رأساً الماء يتدفق بصورة قوية، رأساً راح تغسل العين، من تغسل العين رأساً تخفف تركيز المواد، إذا تأثيرها يقل على الإنسان. فإحنا نحاول إن شاء الله أي أحد، إحنا من محافظات يعني مختلفة، أي أحد يشوفها بأي مكان متوفرة في أي شركة يجي بس يقول لنا وإحنا نتصرف أوكي حتى نشتريها، لأن على الأقل في مختبر الكيمياء لازم تكون موجودة حتى نحافظ على سلامتكم وسلامة الموجودين. أوكي هذه يسموها eye washer. Thank you very much. طلاب أكو سؤال؟ هسه تبدي أسئلتكم. أوكي العفو دكتورة، شكرا. نعم. على المحاضرة. نعم. الطلاب يسألون رابط الحضور عبارة ماكو خيار نرفق الاسم الثلاثي، مجرد الاختيار الأول نسجله ونبعث الفون، فيسألون هل هذا نعمله ولا لا؟ سنشوف لين بصراحة مو أنا اللي سويته الصورة، خلينا نشوف. نص ساعة بصراحة كان المفروض أسويه واستأجلنا ودخلنا. أوكي أوكي خلني أشوف الرابط، خلي أشوفه.